السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فكما كتشوفوا اخوتي، اليوم غادي نغسلوا القفوزه تاع الفريخه ديالنا. عندي اخوتي ثلاث لقعات تاع القفوزه خاويين، ما داير فيهم لا فراخ لا والو. صافي خويت منهم الفراخ، شي بعتو شي عاود درتو في مسرح صغير، زعما جمعتهم بزاف شي جوج زويجات ولا ثلاثه. بقاو عندي هاد القفوزه هادو، فاخوتي خاصني نغسلهم ضروري باش عاوتاني ان شاء الله اذا فيهم شي فريخات اخرين ما يكونوش متسخين وما يكونش فيهم البكتيريا والاوساخ وداكشي باش ما يمرضوش الفريخات. فضروري خاصنا نغسلهم اخوتي. عندي هاد ثلاثه تاع القفوزه هادو. بالنسبه لهادو اخوتي ما نقدرش نفكهم حتى داير لهم هنايا السلك انا داير اليوم، ما نقدرش نفك اليوم هاد السلك هذا. خصني عاوتاني نفك اليوم السلك على اربعه هاد المرات، من هنا جوج ومن تما جوج ديال اربعه، عاد عاوتاني في نسايه نعاود ندير لهم السلك. فغادي نغسلهم غير بحال هكا، غير بحال هكا غادي نغسلهم من هنايا. غنحيد لهم غير هاد المجرى هذا، وهاد الشبكه هادي غادي نضيف شي تمن داخل اخوتي وغنحكها. مع ما يصلح ليش نحيدو هذا بوحدو، هذا بوحدو اللي يصلح لي اخوتي. فكما كتشوفوها ما عندو لا سلك لا والو، هذا يصلح لي انا. وريت عليك كيف تحيد، باش نوريكم اخوتي. ها انتم اخوتي شتو اللي كتورك عليك كيف تحيد. هذا ساهل اخوتي باش تغسلو، هذا ساهل باش تغسلو دغيا. صافي تحيد لي، تغسل هادي بوحدها، تغسل هادي بوحدها وهذا بوحدو. هادو غادي نحاول معاهم، غادي ندير الشبكه، سمحوا لي غادي ندير الشيطه غنديرها لداخل وغادي نحاول نغسلو مزيان. وعدنا خوتي هاد الوكال تا هما، هاد الوكالات عندي موسخين تا هما خاصهم يتغسلو. وهاد جوج شرابات تا هما، المهم نوصل زعما تاع الطيور اللي عندي زايدين موسخين باش ان شاء الله عاوتاني فين نبغي نبدلوهم. بحال دابا الوكالات والشرابات عاوتاني فين يتوسخو لي هادوك اللي عند الفراغ، غادي نعطيهم وحدين نقيين، نعطيهم هادو اللي غسلت نقيين، وعاوتاني هادوك المتسخين غادي نغسلهم عاوتاني مرة أخرى بحال هكا. فدابا خوتي ان شاء الله غادي نغسل هاد القفيزه هادو بثلاثه، وهاد الشرابات وهاد الوكاله ونرجع لكم ان شاء الله. فدابا خوتي انا يلاه غسلت هاد القفيزه، هاد القفص الاول، هاد القفيص الاحمر هذا الصغير. هانتوما خوتي شوفوا الشبكه كي ولات جديده، ماشي جديده جديده، وانا المهم قاضيه غارف. هانتوما خوتي هذا الدرج هذا. فهذا خوتي بالنسبه لهادشي اللي هنايا راه ما كيتحيدش، لاصق فيه لاصق، ما عرفتش علاش ما كيتحيدش شي هادشي لاصق. وحتى هنايا خوتي ها والو، عييت مع هادشي لاصق فيه، ما بغاش يتحيد. فالمهم انا بعد المهم نقصت عليه شويه، ما بقاش موسخ بزاف. ها هو هذا. دابا خوتي غادي نديهم، غادي نديهم نشفوهم، نحطوهم ينشفو، نحطوهم اخوتي هنا ينشفو. ها انتما باش نجيبو دابا القفيص الاخر. ها انتما اخوتي نحطو هاد القفيص هذا بهالك، نحطوهم دابا ينشفو. وهادو اخوتي دابا غادي نكمل هادو ان شاء الله، نكمل هاد الشرابات وهاد الوكالات وهاد القفوزة الاخرين اللي بقاو ونرجع لكم ان شاء الله. فهانتوما اخوتي حنا دابا غسلنا القفيص هاد بثلاثة هوم. هانتوما كما قلت لكم هاد الادروج هادو، هادشي اللي فيهم ما بغاش يتحيد اخوتي، فيهم ثلاثة هوم ما بغاش يتحيد. هذاك الشيء ما عرفت علاش لاصق فيه لاصق، ما عرفتش اخوتي لاصق ما كيتحيدش. فهانتوما المهم ماشي شي غسله عاوتاني 100%، وني المهم كشي قاضي غرض وصافي. ها هما الوكالات والشرابات، هانتوما هادو رديتهم كيبريوها كان جداد. هادشي هذا ما بغاش يتحيد في هذاك الشيء. هذا اخوتي والله الا عرفتي عذبوني، ما صلح لياش مع فيهم هاد الحديد هذا، والله ما صلح لي اخوتي، عذبوني بزاف باش حكيت هذوك الشوكه، داك الشوكه داخل داك الشيء اللي داخل. ها انتوما طبعا نخليهم اخوتي ينشفوا، تنشفوا واحد شويه وغادي نجمعهم، نركب هاد القفص هذا وندير هذا الطرج تاعو. فدابا اخوتي غادي نمشيو للطربيه الجماعيه تاع الباجي وغادي ننظفو لهم تا هما، ننظفو لهم حتى اخوتي كنظف لهم مره في الاسبوع، خاصني ننظف لهم اليوم ان شاء الله، ماشي دابا ننظف لهم. فدابا اخوتي غادي نشطبو للطويرات هادو ما شاء الله، غادي نشطبو لهم ما كتشوف اخوتي اوسخ، نشطبو لهم هادشي اخوتي ان شاء الله باذن الله. كنشطب لهم اخوتي مره في الاسبوع، نشطب لهم دابا ان شاء الله اخوتي وغادي نرجع لكم. فانتوما اخوتي حنا دابا نقينا اليوم، انتوما اخوتي داكشي ناري
لقينا اليوم داكشي انتم اخوتي، داكشي اللي حيد هما الفريخات ما شاء الله تبارك الله. فدابا اخوتي غادي نقدموا اليوم الماء ديال الحلبه. هاد الماء اخوتي راه فيه الحلبه لداخل، درت فيه الحلبه، خليته واحد 8 السوايع حتى 10 السوايع نقعت فيه الحلبه. دابا غادي نقدموا اليوم ان شاء الله. نبداو نخدم اليوم اخوت، ندير اليوم في الشرابات ديالهم. انتم اخوتي هاد العادة اخوتي كنقدمو اليوم مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع هكاك. نحيدو لي كاع هادي باش نعطيو هادو، نعطيو دابا للتربية الجماعية تاع البالجي. صافي اخوتي دابا غادي نقدم اليوم الماء تاعهم، نعطيو اليوم اخوتي نرجع ليكم ان شاء الله. فانتوما اخوتي هاني دابا انا قدمت لهم الاكل، بدلت لهم الاكل ديالهم، والماء خوتي فيه الحلبه، الماء ديال الحلبه، وهادو عظام السي بي هادو ضروريين دائما. وقدمت لهم اخوتي البيض المسلوق، البيض المسلوق هو سلقته حكيته وقدمته لهم انتما اخوتي. فشكرا على المتابعه، والى فيديو جديد ان شاء الله.